طيب ناخد ام محمد. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي. انا لو سمحت عايز اسال ست سؤال. اتفضلي. نعم. انا ست كبيره عندي 70 سنه، هم. وهي مرات ابن مرات ابني، حاولت معاها بقى لها 15 سنه، هي شريره شويه كده، بتشتمني وبتبهدلني وكانت داخله تضربني، وايه؟ وكانت داخله انا اللي تضربني في الشقه لوحدي، وصوت والناس التمت عليا دي مرات ابنك؟ مرات ابني الكبير. اه طب وهي بتعمل مع حضرتك كده ليه؟ هي خلقتها كده، ما بتحبش الحموات، وانا في عيشه لوحدي وهي في عيشه لوحدي، بس هي شريره كده. يعني انا كنت ناشفه مثلا البطانيه، في ام تقطع دلقى عليها ميه، تدلقى عليها ميه، ليه تقولي تعلمك الادب وتنزل تضربني وتشتمني، هي كده خلقتها. وابنك فين؟ وابني كان بره، كان بره في الجنوب، فلما جه وانا بدأ اتصل بيه واقول له ما بقاش يحل مشاكل، ما بقاش يعمل حاجه، لازم اقدر عليه. يعني ابنك بيبقى عارف ان مراته دخلت عليكي هزقتك وضربتك وبيسكت؟ لانه مش قادر عليها، لانها بتبهدله هو الاخر وبتسيبه هو الاخر ومحتار فيه. ايه ده؟ هي كده خلقتها كده، واهلها عارفين ان هي كده وطبعها كده، واحنا مكنونين عنها، خلاص احنا امتننا عنها بقى، وقلنا ما نكلمهاش في اي حاجه ولا في اي نتجمع معاها في اي ظروف. هي مع حضرتك في نفس البيت؟ نفس البيت، بس هي في الدور الثاني وانا في الدور الارضي. مسنونين عنها كلنا بقى، واولاد البنات مسنون عنها، وبتشتم ولاد البنات لما يجوا هنا البيت يقولوا تشتمهم، وكل مسنون عنها لانها عاصه شويه، فاحنا مسنون عنها. فاولادي لانها مالها؟ عاصه شويه، بتقص يعني بتشتم قوي، بتشتم فبتبعدوا عنها. فبنبعد عنها عشان تشتم، عشان ما تشتمش سنه طويل وبتشتم، فبعدين عنها كلنا كلنا. فاولادي مثلا واحده بنتي هتزوج ابنها، مش عايزاها تحضر عنده، مش عايزاها تحضر. هو بقى ابني عايزها تحضر معاه، فقلنا له لا انت تحضر انت واولادك، وهو قال لنا ايه ابعد اولادي وبلاش تدعوهم، عشان امهم بتبهدلكم بلاش تدعوهم في الاول. قلنا له ماشي. فبدانا ندعي اولاد، فبدا تاني يقول لا ما تدعوش اولادي الا مع امهم، لانهم عايزين يحضروا مع امهم. قلنا له لا امهم لا، فشتمنا وبتبهدلنا بلاش ما تحضرش معانا. عشان ايه؟ قام قال طب حضرت فرح اخت انا بقى وبنتهي. فقمت انا قلت له ولا تحضر فرح اختي، مش انا بنت، مش انا اختي دي تبقى اختي، ابويا هو ابوها، ابويا اللي بنشتم هو ابوها اللي بنشتم. قام هو رخص شتمني وشتم ابويا. ابنك شتمك؟ اه راح شتمني هو راخر، يعني ما بتقول لي ما انا فيها، مش انا ابويا اللي بيستعين، قال لي منعول ابوك من الطرق تمام، هو راح. هو مكنون عني دلوقتي، انا حرام عليا دلوقتي يبقى انا اقطع صله رحمي ولا اعمل معاه ايه؟ حضرتك ما بتكلميهوش؟ هو ما بيكلمنيش، هو اللي بيفوت عليا طالع نازل، ما بيقوليش السلام عليكم ولا بيكلمني، وانا ساكته بقى خلاص. بقى له قد ايه كده؟ بقى له شهرين. بقى له قد ايه؟ شهرين. طيب حاضر يا ام محمد، والله احنا بنسمع. انا مش عارف الحقيقه، يعني انا مش عارف اقول ايه. والله ما بنبقاش يعني فعلا عارفين يعني نقول ده ايه. هو يبقى اصبح كمان ده مراته. على فكره انا كنت هقول لحضرتك، وكنت اقول لها هي مراته ما عملتش كده من فراغ، مراته عملت كده لما شافته هو بيستقل امه، شايفها قليله قدامه، لذلك يعني فجرأت. جرأت. بتقول لك متجرأة عليها وعليه وعلى الناس كلها، مش حد عارف يوقف. هو منه، هو اللي يشيل كل ده. طبعا هو اللي يشيل. هو لو من الاول قوي، واول ما اتزعلت امه ياخدها عند اهلها. طبعا الام دي مش انا اروح اتجوز واحده تيجي تهزق في امي اللي ربتني. ما كانتش تتادب مع امي، ما اقولهاش، لا اقول لها اخدمي امي ولا اقول لها، ولكن يبقى في ادب يا أنا ستي، بس ما تختلطيش بيها. عايزة أبشرك بحاجة هي جت في دماغي دلوقتي، وهي بتقول إنها بترمي المية على السجاد وبتقول لها أنا هعلمك الأدب، هيترد لك نفس الموقف، هتعيشي نفس الموقف مع مرات ابنك، برضو هتعمل فيكي نفس اللي أنت عملتيه في حماتك. ده صحيح، والجزاء من جنس العمل، ولكن هو الدور الأكبر في التربية وفي الإتيان بحقها هو الابن، ولكن واضح إن هو للأسف مش هيجيب حق ولا حاجه. فيا حاجه احتسبي امرك عند الله. انت لو ما كلمتوش يا حاجه ما عليكيش حاجه، لانك هو اللي محتاجك مش انت اللي محتاجاه، هو اللي محتاجك يرضيكي وترضي عنه وتدعي له، والا لو انت ما دعتلوش وسامحتيه هيشقى في الدنيا والاخره، هو والانسانه اللي معاه
ان شاء الله.